وما الحكم فيما لو قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي كظهر أمي وأختي؟ هناك شيء اسمه الظهار، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني حرام علي أن أعاشرك كما تحرم علي معاشرة أمي. وبعض العلماء على أن صيغته تكون بالتشبيه بأية امرأة محرمة عليه مثل أخته وبنته، وبعضهم قال التشبيه خاص بالأم فقط كما ورد في القرآن الكريم. كان الظهار طلاقا في الجاهلية، وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت مالك كما رواه أصحاب السنن. ولما اشتكت إلى الرسول حتى يجد لها مخلصا من الطلاق صمم على ذلك، حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات. وفي الآيات التي نزلت أن الرجل كاذب في تشبيه زوجته بأمه، لأن أمه هي التي ولدته لكن زوجته لم تلده. ثم حكم الله على الرجل بألا يقربها حتى يكفر عن هذا القول الزور، وذلك بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو معنى الظهار، وهذا هو أصل مشروعيته، وحكمه أنه ليس طلاقا في الإسلام، ولكن يجب على المظاهر أمران: الأول عدم قربانه لها أو التمتع بها فذلك حرام، والثاني إخراج الكفارة لأنه رجع في كلامه وعاد إليها كزوجة ولم يطلقها بعد أن ظاهر منها. قال بعض العلماء هذا هو حكم الظهار عند من يظاهر وهو عارف لمعناه وعارف لما يترتب عليه، أما إذا كان من العوام ويقصد به الطلاق فهو طلاق. وكثيرا ما يقول الزوج روحي وانت طالق ومحرم علي زي أمي وأختي، وهنا نحكم عليه بالطلاق لأنه تلفظ به. وأما قوله بعد ذلك ومحرم علي زي أمي وأختي فهو تأكيد للطلاق وليس عليه كفارة ظهار، لأنه لم يمسكها ولم يعد في كلامه بل طلقها. والله أعلم.